عاودت حكومة إقليم كردستان توجيه الانتقادات إلى الحكومة الاتحادية من بوابة الموازنة، إذ أكدت أن تقليل حصة الإقليم ألحق ظلماً وضاعف الأزمة المالية في محافظات كردستان. وذكر موقع حكومة الإقليم في بيان أنها ستعمل على مراجعة نظام الادخار الإجباري بطريقة تحقق مصلحة المواطنين وتخفف من الأعباء التي يعانون منها، وذلك عن طريق الجمع بين واردات الإقليم مع النفط والواردات الداخلية، إضافة إلى المبالغ المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية، مبدية تفهمها الصعوبات التي يعاني منها المواطنون نتيجة الأزمة المالية الخانقة وتأخر الرواتب.